ترحموا علي. قومي قومي يمه قومي. ألف رحمة عليك، ألف رحمة عليك، ألف رحمة عليك. مدام احنا عملنا اللي علينا، بس للأسف لما جابونا اياهم المسعفين كانت حالتهم جدا حرجة. دكتور كان في احد معاه بالسيارة بعد؟ طبعا كان معه زوجته الله يرحمها. ليش ما خبروكم؟ زوجته؟ اي زوجة؟ شحن نتكلم؟ زوجته اللي كانت معه بالسيارة. انا زوجته؟ والله ما بعرف يا اختي، هذا كلام المحقق، فيكم تسألوا. عبد الرحمن سليمان عبد الرحمن اللي سوى الحادث، شنو علاقته بالحرمة اللي كانت معه؟ الحرمة اللي كانت معه طلعت مرته، طلعنا اسماهم عن طريق الكمبيوتر. ممكن تيجي معي شوية؟ وأنا يا أرجوك تعال معي شوي لو سمحت، خمس دقايق بس. تفضل. تفضل. بس خلي اخلص اجراءات الوفاة. انا برد البيت بروحي، بس برد بروحي. زين يما انا وديت. ما بيك توديني، ما بشوف احد، كافي، عشت بجدة 30 سنة. خير؟ شنو هذا؟ ايش دراني؟ هذا وين يعني؟ هذا الفندق انا 100 مرة قايل ما بسكن فيه، ما بسكن، هذا فندق والله عليك 5 نجوم، هذا نص نجمة حتى ما عندي، عيل انا مودي ثيابي عشان يغسلون ويكونهم، جايبين لي روب وروب حريم، مغطين لي ثياب حريم وثياب جايين ما يستحون على عيونهم. انا بصراحة ما رجعت لهم، قلت اجيب الروب وياي هني عشان هم يتأدبون هنا، نعم. خيرك؟ صدقش هذه ورده حاطينها قدامي. ورده قدامي على القعده. شيلها شيلها انا طالعها. والله العظيم. حلوه.
عليكم السلام. لحضرتك بندر. أهلا أهلا. عامل إيه؟ الحمد لله. شلونكم؟ مبسوط؟ الحمد لله رب العالمين، مبسوطين الحمد لله. ما عرفتنيش حضرتك؟ لا والله ما عرفت. أنا لسه منقول، أنا اللي كنت طلع في الجيرة. كنت بتصلك بالخبز الساخن. خبز ساخن؟ إي أهلا وسهلا أهلا. حضرتك جاي إجازة هنا ولا؟ هاي جايين إجازة إن شاء الله يومين. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الله يرضى عليك. بس انت لو يبنا ريش وتكه وخشخاش ونص دياي ريش اكل ما بيعك ما كثر. اسف، يبنا ريش وحبوله وحمص كباب. كباب الله يرضى عليك. مشكور. تمر بحاجه ثانيه سعادتك؟ الف شكر الف شكر. لو سمحت اشيل الورده هذا. ما جيت كوالدة؟ ما في ولد بحياتي إلا أنت. إيش في عليك هذا؟ ما أدري والله. مشفع عليه داير راسه كنا شايفين الفضل. أنا مالي خلق أوقفه وأقول له ترى أنا مو أنا، وأنا مو هذاك اللي في بالك، واللي في بالك واحد ثاني غيري أنا، وهذاك يشبهني وما يشبهني. خليه على باله كذي يمكن يتوصلنا بالأكل. محاولة ينقص عليه. لا أنا اللي ينقص علي. انقصت وحده قصت علي 29 سنه قصت علي يا بنت الكتاب. كذاب كذاب. ألو على نورة. أنت وينك؟ أنا في المطار. زي مو ناسي شيء؟ ناسي شيء؟ مثل شنو يعني؟ أنت ناسي أهم شيء، الجواز. الجواز؟ صدقين؟ إي والله ناسي الجواز. الله يلعن الشيطان، نسيته. زين خلاص أنا أجيب لك الحين. لا 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 لا، وين بتجيبينه؟ لا لا تجيبينه، لا تجيبينه. أجيب لك المطار، أنا لابسه. لا 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 تجيبينه، أنا مو في المطار. أنت مو في المطار؟ توك تقولي بالمطار. لا لا، أنا قصدي أقول يعني الله يهديك، بس أنت الحين لازم تحرقين المفاجأة. أقول لك أنا كسلت السفر وراجع البيت، بس بحبيت أسوي لك مفاجأة يعني. صدق؟ شو بعد عمري؟ يلا عيل، يلا أنطرك. الله يحفظك، مع السلامة. خالد وينك؟ ربع عبد الرحمن اخوي. ايش فيه؟ توفى بحادث سيارة. ها؟ شو قصة التليفون؟ اموت واعرف شو قصة التليفون. مو قادر اساله، وحتى لو سالته ما بيقول لي الصدق. مشكلة اني مو بقادرة انسى. شو اسوي؟ ذبحني التليفون. شو اسوي؟ ارجع له؟ انا ادري هذا اللي قاعد يسويه كله لانه فاقدني. لو يلقاني ما راح يهم اي شيء يسوي. أسير له؟ معك حبيبي. وين معي حبيبتي؟ والله شكلك نمتي. لا يحقني إن صوتك مريح، وأنا لما أسمع صوتك أنا مثل اليهال. أي الشيطانة أنتي؟ ليش؟ لأنك كسرتي خاطري، وعشان كذي
أنا بلغي الاتفاق اللي بيننا. يلا عاد روحي نامي الحين. لا عادي عادي كمل. شكايل عادي باكر ورات شغل. كلها ساعتين يعني يدع الساعتين هذيل كمل. لا حبيبتي هالساعتين أحسن ولا شيء. يلا تصبحين على وجهك الحلو. على صوتك الحلو. أوكي وعد وعد. يلا باي. خير شفيت؟ لا سلامتك ما فيني شيء بس بصراحة أنا استحشت بروحي في الغرفة وبعدين اتولهت عليك. ما يخالف؟ حياك حياك. عبد الرحمن متزوج؟ ما نصدق مالي مصدق. الله نور ايش سوت؟ ردت ما قدرت تقعد. شلون؟ بروحها؟ ما رضت اوصلها قاعد تكلمني كأنها كرهتني لاني اخوه. ما يخالف حبيبي انت اهدى. هي الحين مصدومه مو قادره تستوعب شلون مات. تستوعب انه متزوج. ما قدرت اسوي شيء. انا حدي خايف عليه. ما ادري انت ما شفتي حالتها. راحت وهي حالتها مو طبيعيه. يا خالد ما تنام حتى انت مصدوم. انا حدي متوهق ما ادري شو اسوي بالجثه واجراءات الوفاه. ما نعرف شو اتصرف. ما ادري ادق على اخواني ولا انا حدي مو مستوعب الموضوع. خالد عشاني اهدى وانا معك ما راح اخليك. ماني قادر اصدق انه متزوج. كلش السالفه مو داشه مخي. أبي أسأل أبي أتأكد. شلون بتعرف؟ ما أدري أروح المخبر وأسأل الضابط. يمكن يكون ظلمنا. إنزين حبيب دير بالك على نفسك. طمني عليك. متأكد إنه ما كان بروحه بالسيارة؟ كانت معاه حرمة واتضح إنها مرته. حتى إحنا جبنا عقد الزواج. وهذه الأغراض اللي حصلناهم في السيارة تقدر تشوفهم بس إحنا لازم تحفظ عليهم. ممكن البوك لو سمحت. تفضل. زين عيل قبل لا انام. مش حق زين ما جهزه من الحين يضيق خلقي. ما بحط ببالي انك مسافر. زين اقول انت ايش عقبت يا وياي؟ ترى انا جلساتي كل الصبح في الليل ما عندي شغل والله فاضي. نطلع نتمشى على النيل وناكل نعبك هالاكلات الطيبه الحلوه. ما اقدر ما اقدر اعد المدرسه. اي معلوم معلوم المدرسه ما تقدرين تهدينها حتى يوم بس انا اسبوع كامل تهديني. ايه انت لا تضحك ترى اللي عندك نفس النمونة. افا زي مثل ملكه. لا رجع عبد الرحمن باسبوع ان شاء الله وبس تملكون ننتقل انا وعبد الرحمن للطابق التحتي وتاخذ اللي فوق. لا ما له داعي. ليش تنقلون من فوق؟ لا له داعي عشان ما له داعي. احنا متفقين من يوم هالطويلاتك ان احنا نقعد تحت وانت فوق. بانين البيت حقك. لا أنا قاعد أحلم. أكيد هذا حلم. أنا الحين بالفراش حلمانة أكيد. الحين بقعد عبد الرحمن بقعدني من النوم. هذا حلم حلم كابوس. هذا عنوان زوجته اللي كانت معاه. مشكور. حياك الله. بعد Thank you.
فكرة بشاير بتيني مع أخوانها، ليش أنا مسكينة ما قادر أذاكر وياهم، فإحنا ما إحنا مضايقينك، نقعد فوق وأنت قاعد تحت. أفا عليك بس، أفا عليك أبوي، أي شيء يونسك وفي راحتك أنا بكون مبسوط ومرتاح. سوي اللي تبين تسويه. الله لا يحرمني منك، قول آمين. آمين آمين. مت وشبعت موت ذاك الوقت، ما لي شغل باللي يصير، لكن لا سمح الله الله لا يقوله دعمت جنتي وانا حي، شو بيصير فيني؟ بيزر عقلي وبستخف. بس هذه انانيه. ليش؟ طبعا ما تدري شو يصير فيني، يكون عليك ان اللي تحذر عقبه. لازم واحد منا بيموت ما عاد يسوي يعني. انا؟ لا 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 انا قبلك. لا ما راح تموتين انت، الله يهديك، عمرك طويل. شوفي ترى هي اعلن اياك. اللي نيته صافية يا رب سبحانه وتعالى بمتكفر. أنا نيته صافية، أنت اللي بتعمل. أنا أربعة موتي بتموتي بس وراي وراي طعم. كل هذا جد سنوات طويلة وأنا عايشة معك جد جد. بعد عمر هذه رابع مرة كل ما ماتت سمكة يروح يركض ويجيب غيرها وبدون ما أحس حتى لا يغثني. كنتي تدرين؟ عاجبني اهتمام، كل ما ماتت سمكة أسوي روحي ما أدري وأقول إذا بدلها مثل ما بدلها أول مرة معناتها غلطي لا زالت بقلبي. كمل. شكمل؟ وين وصلنا؟ لازم تركز معاي. اي ركز ركز. انت ايش قلتي بس المقطع الاخير ما سمعت. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق. قاف قاف قاف. صعبه هذه قاف. اي
قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتي الدنيا. الله على صوتي. يا 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 مختار المخاتير. اي كملي. بس شنو بس؟ يا مختار المخاتير كلمتين اغنية كملي بس خلاص. لا انت قاصدة بصراحة، انت جايبة مختار المخاتير عشان نهايتها راء، وبصراحة ما في شيء اسمه راء. في ما في اغنية حق فيروز تبدأ بحرف الراء. اقول لك في، واذا قلتها تخسر. قولي. راجعين يا هوا راجعين. الله، راجعين يا هوا راجعين، صدق بنية حلوة بس ما تبدأ بحرف الراء. يا موزة، بطل الباب أغير ملابسك. يوسف روح. بطل الباب، أنا مو يا راضيك. واحدة مثلش ما تستاهل أحسن. عيل واحدة ياهل بتخرب بيتك. يلا بطل الباب وروح. يوسف، إذا بغيت تجلس في الغرفة أنا روح الصالة. إنزين بطل الباب، لا بقعد بالصالة ولا بالغرفة. باخذ ملابسي وبطلع، عندي خبارة. أصلا بروح فندق، خصيني. زين شذي؟ عاجبك الوضع اللي أنا فيه؟ ليش؟ أنا اللي واجبتك خلصت تنامين بالصالة؟ الحين أنا الغلطانة؟ لا، أنا اللي غلطان. يعني الحين تبي توصل لك باقة ورد وأنا جلس أتفرج عليك كأني هبلة؟ غبية أنتي. أنا بتفاهم معاش بالعقل. لو أنا على علاقة مع هالبنية أعطيها عنواني عشان تدزلي باقة ورد؟ جنيت أنتي ولا كبرتي؟ زين خلاص خلاص حبيبي خلاص. لا مو خلاص. خلاص الحين عقب ما نومتيني من القنفة، أنت لو تقدرين وتقولين هالريال تعبان جاي من الدوام كان عنده خفارة ما تخليني أنام بالصالة. زين ما علي حبيبي، حقك علي، أنا غلطانة. خليك هني، نام هني ولا تعب أعصابك. أوكي. أوف. نزل في المعدة الحين. شو عارشك بعد تطلع الناس خلاص. Thank you.
لقيت البيت. يعني ايش طلع متزوج وعنده بيت؟ حتى اسمه مكتوب عليه. شلون قدر يخش عليكم كل هالوقت؟ ربا. يا عيون ربا. في شيء ثاني بس ما ابي اقوله للما اتاكد. شنو؟ ادش البيت وارد اكلمك. خالد تخبصني وبعدين تقول لي ادخل البيت واكلمك؟ لانه مو متاكد. انزين دير بالك على نفسك. ان شاء الله. كلمني اول ما تطلع. ان شاء الله. خالد كلمني اي حزه، ترى انا ماخذه عرضي. باي. منو في داخل البيت؟ بابا مو موجود. زين منو داخل موجود؟ بابا ماما مو موجود. زين بطل باب. لا بابا ماكو. بطل باب. بطل بابا ماكو. انا برادر بابا. بطل باب. بابا ماكو. بطل باب. انا اقول بوليس. كول بوليس. وين يا ريس؟ بابا مو موجود. وين انت؟ أنا بابا عبد الرحمن براذر. يسر. بابا عبد الرحمن وماما سوي أكسيدنت. بابا وماما موت. وات؟ دور وين مشطي؟ دورته ما لقيته. صباح الخير حبيبي. صباح الخير. تدري يا طارق، أول مرة أحس إني أنا مرتاحة في نومتي، ما تتصور. أحس إني غرقانة في الرقاد، رحت في عالم ثاني. لا ظاهر إني بغير وضعي من غرفة الضيوف برد هني. بصراحة افتقدتك وايد. عاد فكرة الغرفتين والخصوصية كانوا فكرة منو؟ كانت فكرتي. خلاص أنا ما عندي سالفة. طارق أنت للحين تحبني؟ أوه خليني أعتذر شوي. أول مرة أحس إن هالشي يفرق وياك. تبغي الصراحة أنا ما أعرف أعبر، ما أبغي أقول لك يعني أثقل عليك، بس أنت تدري إني أنا للحين أحبك. أدري. زي ما جاوبتني على شو حبيبتي؟ الحين تحبني؟ أحبك. يلا Thank you.
الصدق في وحدة ويكلمها ويكلمها في الليل بعد وتليفون خاص. يعني كل اللي صار بيننا أمس شو خلاص؟ احنا شو ياسين نمثل على بعض؟ تليفون نشوف اخرته مع معجبتك العمية. رد الموضوع هذا يعني ما نخلص منه. متى يعني نخلص متى؟ رد تشوف رد عليها. موزة روحي دوامك احسن لك. لا والله تبين نسير الدوام علشان تاخذ راحتك معاها بالكلام. رد تشوف يا معودة خلينا ننام خلينا نرتاح. الحين لما انا اتكلم تنزعج بس لما تليفونك يرن لا عسل على قلبك. رد تشوف رد يبا ما اقدر اسكه خاف المستشفى يدقون علي. ايش فيك انت؟ رد الو. هلا خالد خير؟ عبد الرحمن اخوي اعطاك عمره. لا حول ولا قوه الا بالله. ايش صاير؟ شلون ومتى؟ ايش صاير؟ لا سوى حادث اليوم الفجر. لا حول الله والله ضيق قلبي. انزين متى الدفن؟ ايش صاير؟ على 9 ان شاء الله. خلاص خلاص خالد لا تحاتي انا ابلغ الجماعه والجيران. انزين يوسف يا ريت موزه تروح حق امي البيت لان عبد الرحمن طلع متزوج. شلون الرحمن متزوج؟ زين يوسف شوية أكلمك. باي عمي تعالي. ما عرفتيني صح؟ زين شوفي صورتي يمكن تعرفيني. انت عمي خالد؟ صح عبد الرحمن قال لي بنتي ذكية بس ما صدقتك. بس ما أذكر إيش قال لي اسمك. اسمي نورة. نورة؟ زين حبيبتي عبد الرحمن أبوك سافر هو ويا أمك وقال لي روح أخذ نورة ويا أخوها الصغير. أنا اليوم بالليل بي أخذكم سهو أخراثكم. زين؟ لا أمي قالت ما راح تسافر. بلا حبيبتي قالت لكم بتسافر بس انتي ظهر نايمة ما سمعتيها. زين؟ وين اتعرف عليها؟
وين ممكن يكون شافه؟ إن شاء الله بس ما يكون متزوجها. لا 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 ما أتوقع. بس لو أقدر أطلع رقم تليفونها. المصيبة إنه كله مسكر التليفون. شو أسوي؟ مخي تسكر وكادر أفكر. دعم الأوادم شنو مسبها؟ أنت اللي خبلتي بي. إذا قولي لي حبيبتي وين بتروحون اليوم؟ أنت وربيتك ربا؟ ربا خذت إجازة دراسية. إيه قاعدة أدق عليها من الصبح الخط الثاني. أخاف أرد عليها تزفني. يعني أصكها؟ لا 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 لا. ها حبيبي إيش صار؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن عنده بنت وولد. ها؟ بنت وولد يعني اثنين. وأبلة نورة تدري؟ لا طبعا. الله يستر. أنا ما راح أرجع البيت. ماني قادر أحط وجهي بويها. متوهق ما أدري إيش أسوي. لا أنا قادر أخليهم هني ولا أنا قادر أوديهم عند نورة. أنا قلت لهم يذهبون نفسهم بالليل أروح أخذ. أقول لك شيء. يبهم عندي. صدق؟ إي صدق. يبهم عندي ولا تشيل هم شيء. ان شاء الله بيصير كل شيء زين. انت وينك؟ انا رايح الدفان. اخواني سلمى وعبد الرحمن ورايحين المقبره. خلاص دير بالك على نفسك. انا بمر بلا نوره. عايزت وانا ادق عليها ما تشيل التليفون. قعدت حاتي. انا مو متجرأ ادق ولا حتى ارجع. حتى بروح بهدومي هذه. حبيبي عندي لكم خبر بمليون درهم. شو بشري؟ راي الابله نوره مات قديمة. لا حبيبتي معرس وعند عيال. احلفي قولي والله. والله العظيم في ناس أكدوا لي الخبر 1000%. حباتي دعوة المظلوم ما تبرد. أشوف موزوم مداوم اليوم. ويه ما لد عليها هاي الثانية بعد. عظم الله أجركم. شلونك أنت زين؟ بابا بعز يومين. أنا أكلمك بعدين. ما ينفع الحين. للحين تعبانة. إيه. أوكي. مع السلامة. يلا مع السلامة. دير بالك. أبلة نورة لا تشيلين هم العزة. أنا وموزة إن شاء الله بنقوم بكل شيء. والغدا أنا وصيت عليه. إن شاء الله كل يوم يكون عندك. وأكيد الحريم ما بداهم يعرفون الخبر الحين. أكيد بيونك بعد أذان العصر. لا تشيلين هم العزة. أي عزة.